السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا هاي حياتنا اليومية اللي كل مرة نفسيتها ما في شيء جديد. حتى يجي واحد يقول لك صوري شيء جديد صوري شيء جديد. مشكلة الحياة خاصة بالشتاء، مو بس عندنا يعني تقريبا في كل العالم، بس عندنا هنا في أوروبا بشكل عام وبالسويد بشكل خاص الحياة توقف نوعا ما بالشتاء. المناظر هي ثلج وبرد، وواحد حتى خلق ما إله واحس ما إله، ويقول ليش ما ترجعون، يسأل مرات تجيني أسئلة ليش ما ترجعون لبلادكم، بلادكم صارت أحسن هسه أأمن نوعا ما، ولا هو الأمان بشكل عام بكل دول العالم حاليا مفقود، أعتبره مفقود. فصراحة صعبة الرجعة، صعبة هالبلادنا خاصة احنا اللي بالعراق واللي صار لنا مغتربين أكثر من عمرنا اللي عشناه بالعراق. أنا عايشة بالعراق 20 سنة تقريبا راح يصير 24 سنة بالسويد، يعني حياتي هنا أنا صارت، أولادي ولدوا هنا كبروا هنا عاشوا هنا درسوا هنا، ما تحس عندهم أي انتماء للعراق. يمكن لأن احنا نحكي ونقول بلدنا وبلدنا وهذا وطننا، يعرفون العراق بس ما الانتماء، ما احس عندهم انتماء بصراحة. واحد يحكي هالإشي كذب، انتماءهم لهاي البلد اللي نولدوا بيها وكبروا بيها، وهذا هو الشيء الطبيعي. ما اعتقد شيء غريب اي انسان ينتمي للبلد اللي انولد بيها، اللي عاش وتربى ودرس وحياته بيها، فهذا طبيعي. اما يجي احد يقول تعالوا ارجعوا جيبوا اولادكم تعالوا بعد هذا العمر، صعبة كل صعبة. فمضطرين مو بطرانين نتحمل، احنا الاهل اللي نضحين، احنا الاهل نقدر نرجع ونعيش ويا اهلنا وعاد لان ان ذكريات وان حياتنا هناك، بس اللي عنده اولاد صعبة صعبة، خاصة يجوز اذا واحد عنده اولاد صغار يكون يعني المشكلة تكون اقل 50%، بس اللي مثلنا اللي اولادهم صاروا شباب صعبة كلش والله. وإلا إذا تجي للأماني كل إحنا نتمنى، ماكو واحد ما يتمنى يعيش بين أهله وبين ناسه، قضي آخر أيامه نص العمر خلص بالغربة، أكثر من نص العمر والله خلص بهاي بالبرد والثلج والروتين القاتل، وماكو متعة يعني بالحياة هناك. أكو شوية متعة واحد يقعد ويا هله ويا جيرانه ويا أصحابه، هنا ماكو أي شيء أي شيء، حتى العلاقات الاجتماعية هنا معدومة بالنسبة لهم هم كأوروبيين مجتمع أوروبي، إلا ما ندر من المناسبات الكبيرة عيد الفصح أو يعني هيك شيء. على حتى من تجي تشوف مرات هنا بالكنيسة يصير عرس حفل زفاف على قولتهم، تلقى العرسان وياهم فد 10-15 واحد. هي هاي الحياة هسه، أنا من أطلع وأصور أشوف ناس بالشارع أفرح أفرح، لأنه أحس أكو حركة وأكو حياة. على اساس بعد ما انتقلت انا من مكاني كنت ساكنه منطقه شعبيه يعني
تعتبر من ناحية الجالية العربية والعراقية بالذات. بس للأسف احنا وين ما نروح مشاكل وأذية وماكو التزام، ماكو رتابة، ماكو نظافة، يعني ماكو. يعني احنا ساكنين بأوروبا بس من تجي بعض الناس للأسف اللي جاية من بيئة تعبانة، تربية تعبانة، يأثرون، يمارسون طقوسهم التعبانة يمارسونها هنا مثل ما كانوا ببلادهم، يجون هنا يطبقونها من كل النواحي، كان سرقة، كان كذب، كان مشاكل، كلها تطبق هنا. فبعد هاي السنين كلها والتجربة فكرت وحسيت بأنه لازم اتخذت قراري أغير مكاني. غيرت مكاني، جيت سكنت بالسنتر، سنتر المدينة، والحمد لله. والله خطوة المفروض اتخذها من قبل بس فاتتني. يعني شوية هنا لأنه سنتر أكو بي حركة، أكو بي صوت، أكو تحس أكو حياة شوية. الناس بحالها بس يعني أحسن من اللا شيء، هو الأفضل يكون الناس بحالها بصراحة. يعني اكتشفت بس ما الواحد يجي يقول لي تعالوا رجعوا عيشوا ببلادكم، بلادكم أمان، بيها خير، بيها شغل، أي كل شيء بيها، بس شنو للي يقدر يعيشها. إحنا صعبة صعبة صعبة، صار لنا سنين عايشين هنا، مو سنة وسنتين، عمرنا خلص هنا يعني. فاحنا ما نجي نضيع عمرنا هنا ونضيع نص عمر هناك ونضيع نص عمر هنا ونوب نرجع ونضيع حمينا. فأصعب شيء واحد يكون غير مستقر، وارتباطنا بأولادنا ومستقبلهم هم بعد هذا يكون أهم، الأولاد أهم. إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير على الجميع. والله يسهل على كل واحد مغترب وين ما كان. طبعا هاي هناك المرة أجي وسط المدينة، أحلى شيء هي وسط المدينة، بيها حركة،